بالخلق. أعظم الأمور أن تكون رحيما بخلق الله جل وعلا. فإذا رأيت من وقع في الذنب ومن وقع في المعصية فانظر إليه بنظرين. الأول نظر الرحمة، أن أخاك قد وقع في ذنب وبلاء، وهذا الواجب على المسلم، لأنه يحمل رسالة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، والذي قال الله جل وعلا عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم وأرحم. وقال والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. والأمر الثاني أن تنظر إليه نظر الحمد، بأن الله جل وعلا عافاك من الذنب الذي وقع فيه. هل بينك وبين الله حسب؟ هل بينك وبين الله نسب؟ حتى يصطفيك الله جل وعلا فيجعلك لا تقع في هذا الذنب، ولا تكن عبرة للمعتبرين.